محاضرتنا اليوم رح نحكي عن اللامين فلو. طبعا مرجعنا هو كتاب فلو ميكانكس وكيميكال انجينيرز لنول نيبرز. هذا موجود في سكشن 6.3 في هذا الكتاب. بالنسبه لللامين فلو حكينا سابقا انه لما يكون عندي ستريت سيركلر بايب، اذا كانت الرينولدز نمبر اقل من 2100 بيكون عندي لامين فلو. بيكون علاقه بين البريشر جريدنت والفولوميتريك فلو ريت، هي علاقه تضييع، بيكون الفولوميتريك فلو ريت مرفوع القوه واحد. فاليوم رح نحكي عن هاي العلاقه، نشوف من وين اجت، وحنشوف الفيلوستي بروفايل في اللامينر فلو وكيف العلاقات المختلفه في هذا النوع من الفلو. حناخذ هذا السلندر او هذا البايب اللي شكله زي السلندر، وحناخذ منه المنتال فوليوم بهذا الشكل اللي هو الرود. الراديوس لهاي المنتال فوليوم هي سمول ار. الفلو حيكون ماشي باتجاه الاكس دايركشن حسب هاي الكوردينتس اللي عندنا. هناخد البالانس او الاسامبشنز عندنا والشغل عندنا بيكون بين هذول التو بوينتس، بوينت 1 وبوينت 2 اللي بيمشي بيناتهم الفلو، المسافه بيناتهم دلتا اكس. البايب راديوس هو الار نود. في عندنا اسامبشن رح ناخذها انه عند اللوكيشن 1 هاي بتكون بعيده عن الداون ستريم من البليس وير ذا فلويد انترز ذا تيوب، وبالتالي ما في عندي اند افكتس. وهاي الاناليسيس اللي عم نحكي عنها اليوم ما بتكون صحيحه اذا كنا عم نحكي عن منطقه التيوب انترنس، عن مدخل التيوب. هلا الفلو حيكون نتعامل معه اللي هو سيدي فلو، وكله بيكون بالاكس بالاكسل دايركشن، يعني في الاكس دايركشن، وما بيكون في عندي اكسلريشن في الاكس دايركشن، وبالتالي مجموع الفورسز بهذه الاكس دايركشن على هذه الروت شيبت اليمنت ماست بي زيرو. بالتالي احنا دائما لما يكون في عندي اكسلريشن معناته السمشن فورسز بتساوي زيرو. طب شو الفورسز الموجوده عندي بهذا السيستم؟ في عندنا نوعين من الفورسز، هم البريشر فورس والشير فورس. بالنسبه للبريشر فورس، عندي بريشر فورس عند البوينت 1 وعند البوينت 2. البريشر عشان يعني اطلع الفورس لها، عاد برضه البريشر في الكروس سكشن الاريا العمودية عليها، واللي في هاي الحاله هي الاريا تبعت السيركل اللي الريديس لها بتساوي سمول ار. فبدي اضرب البي 1 في الباي ار سكويرد، بدي اطرح منها البي 2 اللي هي باتجاه المعاكس، البريشر فورس باتجاه المعاكس هون، وبالتالي ماينس بي 2 في الباي ار سكويرد. حناخذ باي ار سكويرد عامل مشترك في ضرب البي 1 ماينس البي 2. كمان الشير فورس زي ما حكينا هو بياثر على السطح الخارجي هون، هون بين الديفرنت لايرز اوف ذا موليكيولز. فالشير فورس اللي هو التاو او شير ستريس اللي هو التاو بدي اضربه في الاريا اللي بتاثر عليها، واللي هي مساحه السطح الخارجي لهاي الرود. مساحه السطح الخارجي بحسبها من المحيط اللي هو سيركمفرنس 2 باي ار ضرب الطول تبع الرود which is دلتا اكس. ف 2 باي ار دلتا اكس ضرب التاو بيعطينا مقدار الشير فورس. وزي ما حكينا احنا مجموع الفورسز لازم يكون بيساوي زيرو، فبدي اجمع الباي ار سكوير باي بي 1 ماينس بي 2 مع 2 باي ار دلتا اكس في تاو واسويهم الصفر، وارتب المعادله بحيث انه اطلع الشير ستريس تاو بيكون بيساوي ماينس ار في بي 1 ماينس بي 2 على 2 باي 2 في دلتا اكس. طبعا احنا بنحكي عن سيستم اوف نيوتونيان فلويد، وعن النيوتونيان فلويد بنعرف انه الشير ستريس بيساوي فيسكوسيتي ضرب الفيلوستي جريدينت which is دي في على دي ار، وبالتالي هذا ميو في دي في على دي ار بتساوي ماينس ار في بي 1 ماينس بي 2 على 2 دلتا اكس. هلا هاي المعادله عم تربط لي بين الفيلوستي جريدينت مع الراديوس، وهون بيطلع منها الفيلوستي بروفايل. فبعملها انتجريشن طبعا. فلما بكون عندي سيدي لامينر فلو، البريشر جريدينت اللي هو بي 1 ماينس بي 2 على دلتا اكس ما بتغير مع الراديال بوزيشن بالبايب. سو وي مي انتجريت ذس ريليشن بحيث اني افصل الفاريبلز، بكون عندي دي في بتساوي ماينس بي 1 ماينس بي 2 على 2 دلتا اكس في النيو في المقام في الار في الدي ار. طبعا الار لما اعملها انتجريشن بكون ار سكويرد على 2، بيطلع معي الفيلوسيتي بيساوي ماينس ار سكويرد على 4 ميو في بي 1 ماينس بي 2 على دلتا اكس. بتعامل معها هاي ككونستنت لانها زي ما حكينا ما بتتغير مع الراديال بوزيشن، زائد كونستنت تبع الانتجريشن. هلا طبعا عشان نلاقي الكونستنت تبع الانتجريشن نحتاج one observational fact اللي هي انه for flow of everything except rarefied gases the fluid at the solid surface clings to the surface. شو يعني هاي؟ تخيل حالك واقف على ضفة نهر هون زي هذا مثلا،
لو طلعنا واحنا واقفين هون بهاي المنطقة، لو طلعنا على المي اللي تكون عند الطرف تبع النهر، شو حتكون؟ هاي عادة بتكون ساكنة، المي اللي بتكون اللاير الملاصقة للضفة هون بتكون ساكنة. لما نطلع على المي اللي بالنص حتكون أسرع ما يمكن، وهون حتكون في عندي سرعات مختلفة للمي. هاي الظاهرة بحكي عنها اللي هي النو سليب كونديشن، اللي حكينا انه الفلويد مولكيولز كلينجز بتلزق على السيرفس تبع السوليد اللي ملاصق له. فاحنا بما انه هذا السوليد بهاي المنطقة ساكن ما عم بتحرك، فالدروبلتس او المولكيولز تبعت الفلويد اللي هو الووتر في هاي الحالة بكون ملتصق فيه بكون نفس السرعة له اللي هي الزيرو فيلوسيتي على الحفاظ. هلا هذا حكي فاليد لمعظم الفلويدز زي ما حكينا، باستثناء الريرفايد جازز اللي هم انواع من الجازز بكون نسميهم خلخله. هاي الجازز هون في مرحله معينه بتكون حسب النيوتن نمبر الموجود عند الها وحنحكي عنه لاحقا، بتكون في عندها قدره على انها تبتعد عن السطح الملامس الها هون، وما تكون في عندها شغلة النو سليب كونديشن، تكون ما بتلتصق بسطح السوليد اللي بتمشي داخله، وبكون في إلها سرعة معينة هدول المولكيولز الموجودين على الأطراف الملاصقين أو القريبين جدا من سطح السوليد الساكن اللي عندي هون. فهاي السليب كونديشن هي مش ظاهرة عامة، هي بتشبه لو أنا حطيت بلوك على سلايدنج سيرفس هنلاقيها إن السوليدز عادة they move over each other، فهون بكون عندك سرعة لهذا البلوك على هذه السيرفس لأن في other forces بتأثر عليها. فهذا بيشبه اللي بيصير مع الريفايد غاز مولكيولز الموجوده هون، لكن اللي احنا بنعتمد عليها اكثر هي النو سليب كونديشن اللي هي الاعم، اللي دائما لما ما يكون في عندي ريفايد غازز بيكون المولكيولز الملاصق للسيرفس تبع السوليد بكون نفس سرعته اللي هو بهاي الحاله الزيرو. فبالتالي حسب هاي الحاله اللي عندنا اياها بنقول انه عند سطح السلندر الداخلي اللي هي عند الار بتساوي ار نوت هتكون الفيلوسيتي بتساوي زيرو، وهاي هي الباوندري كونديشن اللي هستخدمها عشان اطلع الانتجريشن كونستنت. هذا هنعوض بدل الار هون ار نوت وبدل الفي هنعوض زيرو، هيطلع معي الكونستنت بتساوي ار نوت سكويرد على فور ميو في بي 1 ماينس بي 2 على دلتا اكس، وبالتالي لما اعوض قيمه الكونستنت في هاي المعادله هيطلع معي الفيلوسيتي بروفايل بتمثل بهاي المعادله اللي هي ار نوت سكويرد ماينس ار سكويرد على 4 ميو في البريشر جريدينت دلتا بي على دلتا اكس. هاي المعادله صحيحه للستدي لامينر فلو اوف نيوتونيان فلويد ان سيركلر بايب، زي ما انتم شفتوا بدينا فيها بافتراض انه الفلو ستدي، عم نحكي عن لامينر فلو واللي بنطبق عليه النو سليب كونديشن، عم نحكي عن نيوتونيان فلويد عشان العلاقه بين الشير ستريس والفيسكوسيتي مع الفيلوسيتي جريدينت، وطبعا بسيركلر بايب لانه عم نحكي عن مقطع اللي هو الكروس سكشن اريا بيكون دائم. هاي المعادله بتحكي لنا مجموعه من المعلومات اللي هي انه الفيلوسيتي ات ذا تيوب بول عند الار بتساوي ار نوت بتساوي زيرو حسب النو سليب كونديشن. الـ velocity is maximum at the center of the pipe، يعني لو عوضنا بهاي المعادلة بـ r بتساوي صفر هنلاقي إنه الـ velocity هي الـ maximum velocity اللي ممكن توصلها عند الـ center واللي بتساوي r نوت squared على 4 mu في الـ p1 minus p2 على الـ x. كمان بتحكي لنا إنه الـ pressure drop per unit length هي عبارة عن قيمة independent of fluid density and is proportional to the first power of the local velocity and the first power of the viscosity. حسب ما هاي العلاقة اللي هي قدامنا موجودة، إذا حطينا دلتا بي على دلتا إكس رح نلاقي إنها بتعتمد بشكل أساسي على الفيسكوسيتي للباور 1 وعلى الفيلوسيتي للباور 1 وما بتعتمد على الدنسيتي، وكمان proportional to the first power of the local velocity and the first power of the viscosity زي ما حكينا إن هي تعتمد عليهم وعلاقة بينهم إنه للباور 1. كمان الـ velocity radius plot is parabola حسب هاي المعادلة، لأنه بنرسمها العلاقة بين الفيلوسيتي والراديوس من r بتساوي 0 ل r بتساوي r نوت رح نلاقيها بهذا الشكل البارابوليك، وبقيمة الفي ماكس اللي حكينا عنها عند السنتر بهذا البلوت. هلا بالهندسة بشكل عام احنا بنهتم بالفولوميتريك فلو ريت اكثر من اللوكال فيلوسيتي. هاي الفي اللي كتبناها هون هي بتعطيني الفيلوسيتي عند هاي النقطة،
لما اعوض عند الار بقيمه هاي الار عند تعطيني الفيلوسيتي عند الوول معوض بقى بتساوي ار نوت في مكان بتساوي صفر، تعطيني الماكسيم فيلوسيتي فهي لوكالي عند نقطه نقطتها. لكن احنا بشكل عام نهتم بالفوليومتريك فلو ريت اكثر من اهتمامنا باللوكال فيلوسيتي. وعشان نلاقي الفوليومتريك فلو ريت عاده شو بنعمل؟ اذا كان عندي الفيلوسيتي ثابته بضرب هاي الفيلوسيتي بالكروس سكشن اريا العموديه عليها وبتنتهي القصه عندي. لكن هون الفيلوسيتي باللامينر فلو مش يونيفورم زي ما شفنا، بتتغير مع تغير الار، وبالتالي لازم نعمل انتجريشن للفيلوسيتي تايمز الاريا اوفر ذا هول بايب كروس سكشن كروس سكشن. فبنحسب الفوليومتريك فلو ريت من الانتجريشن اوف ذا فيلوسيتي تايمز دي اي اوفر ذا هول تيوب. يعني بمعنى اخر اني بدي اعوض بالفيلوسيتي بقيمتها اللي عندي اياها هون ضرب الاريا. شو هي الاريا؟ حتكون هي الاريا العموديه على كل فيلوسيتي بروفايل. فبنتخيل ان هي عباره عن حلقه، الحلقه هاي السيركمفرنس تبعها 2 باي ار، الثيكنس تبعتها دي ار. فهي الحلقه لو فردتها بيكون شكلها زي شكل المستطيل اللي مساحته هي طول في العرض، طوله حيكون 2 باي ار وعرضه حيكون دي ار. فبالتالي الدي اي عندي اياها هي مقدار 2 باي ار دي ار مضروبه في قيمه الفيلوسيتي اللي عندي اياها هون، والانتجريشن حتكون من ار بتساوي 0 لار بتساوي ار نوت اللي هي عندي الباي بولز. لما اطلع الكونستنتس برا زي بي 1 ماينس بي 2 على دلتا اكس وال 2 باي وال 4 ميو، واخلي بس هذول القيمتين اللي هم ار نوت سكويرد في ار ماينس ار كيوبد في دي ار، حيكون عندي نتيجه الانتجريشن هي ار نوت سكويرد في ار سكويرد على 2 ناقص ار قوة 4 على 4 طبعا من صفر ل ار نوت. بعوض بالطرفين هون تطلع المعادله في نهايتها بي 1 ماينس بي 2 على دلتا اكس في بي باي على ميو في دي نوت قوة 4 على 128. هاي المعادله بنسميها هاجن بوزوي ايكويجن. هم عالمين كل واحد اشتغل على الموضوع لحاله لكن بالاخر طلع بنفس النتيجه وسمت باسمهم اللي هم هاجن بوزوي، او كثير اوقات حتلاقوا انها اسمها بس بوزوي ايكويجن. هاي هي الهاجن بوزوي ايكويجن. وزي ما حكينا زي ما في بدايه الشرح انه دلتا بي على دلتا اكس حتكون علاقتها فرضيه بالفولومتريك فلو ريت القوه واحد، وهذا بالضبط اللي شفناه احنا هلا هون. طبعا اذا بدي اطلع الفي افريج فانا بدي اطلع الكيو على التوتال كروس سكشنال اريا واللي هو بهاي الحاله باي ار نوت سكويرد. واذا عوضت الكيو بهاي القيمه هنلاقي انها الفي افريج حتكون بتساوي نص الفي ماكسيمم. وهذا جود اكسرسايز فور يو تو دو اف يو ونت تو ميك شور انه بيطلع معكم الفي افريج بتساوي في ماكس 2. بجد انه معوض الكيو هون مرتب المعادله مع الار نوت سكويرد هاي اللي هي بتساوي نص الدي نوت، بتعوضوها وتشوف كيف بيطلع معكم انه بتساوي الفي ماكس 2. اذا بدي احسب الافرج كاينتيك انرجي بدي اتعامل مع الموضوع بنفس الطريقه. طبعا هاي اللي هي سبيسيفيك كاينتيك انرجي بير يونت ماس، يعني بعمل انتجريشن لفي سكويرد على 2 في دي كيو ضرب الدي كيو. هاي هي مقدار الكاينتيك انرجي في الفوليومتريك فلو ريت المنت على التوتال فوليومتريك فلو ريت. وطبعا الدي كيو في هاي الحاله حتكون الفيلوسيتي ضرب الدي اي، والدي اي زي ما وضحنا هي 2 باي ار في دي ار. وهي الفيلوسيتي اجين في 2 باي ار دي ار، بعوض مكان الفيلوسيتي هون وهون واعملها الانتجريشن من ار بتساوي 0 لار بتساوي ار نوت، وبيطلع معي قيمتها بتساوي في افريج تربيع. يعني هاي الفي افريج لما احسبها اذا ربعتها بتكون مقدارها بساوي السبيسيفيك كاينتيك انرجي للسيستم اللي عم يشتغل. خلونا نطلع هلا على البرنوليز ايكويشن. اذا انا بدي اعملها ابلكيشن للبرنوليز ايكويشن بين بوينت 1 و 2 رح نلاحظ انه هون ما في عندي اي بامب او تيرباين ورك، ما وعم نحكي عن هوريزونتال بايب فبالتالي ما عندي دلتا جي. حيطلع معي ان دلتا بي على رو بتساوي الماينس اف، ولما اضبط المعادله حيطلع معي الاف بتساوي كيو دلتا اكس ميو على رو 128 على باي دي نوت قوة 4. هاي طريقة اللي هي منها بحسب قديش الفريكشنال لوس باللامينر سيستم حسب الهاجن بوزوي ايكويشن. هاي المعادلة هي general description of the friction heating in laminar flow of Newtonian fluids in the circular pipe، وهي مثبت انها صحيحه وقابله للتطبيق للهوريزونتال فلو، الفيرتيكال فلو، ولاي فلو لاي انجل تو ذا فيرتيكال
بقدر اعوض مقدار الفامبليك فلوريد بالطول اللي عليه، بدي احسب الفريكشن لوس والفيسكوستي والدنسيتي لهاي الفلويد اللي عم يمشي فيها، والديامتر تبع البايب اللي عم يمشي فيه هذا الفلو، بنهم بعوض بهاي القيم بطلع معي مقدار الفريكشن اللي هي كابيتال اف بهاي الحاله، بحسبها وبعوضها باي بالنولز ايكويشن او ريليشن بدي اياها. هل راح نشوف بروبلم 6.2 ونحله مع بعض. البروبلم شو بتقول لي؟ قول لي air is flowing through a horizontal tube with 1 inch inside diameter. السؤال بيقول لي what is the maximum average velocity at which laminar flow will be stable, the stable flow pattern? What is the pressure drop per unit length at the velocity? عم سألني سؤالين، السؤال الأول إنه قديش مقدار ال velocity اللي بتخلي لي يعني أكثر velocity ممكنة عشان أضلني أنا في ال laminar region، والسؤال الثاني كم بيكون ال pressure drop عند هاي ال velocity؟ طبعا انا بما اني عم بحكي عن لامينال ريجن، فانت زي ما قلنا احنا بنكون الريجن نمبر اقل من 2100 عاده بناخذها 2000 عشان ندرس هاي الدراسات، والريجن نمبر بنعرف انه بتساوي رو في دي عالمي. هلا الدنسيتي والفيسكوس حيكونوا للهواء اللي هو الفلويد اللي ماشي عندي اياه هون، وهدول بطلعهم من الكتاب، وحسب الكتاب اللي عندنا اياه الريفرنس تبعنا بقول لنا اذا انا مو محدد قديش التمبرتشر والبريشر لهذا الاير فاحنا نعتبروه على الاتموسفيريك كونديشن، واعطانا قيمه الدنسيتي بتساوي 0.075 باوند ماس بير فوت كيوب، والدنسيتي 0.018 سنتيفويز او 3.75 اكش فورس هرب 7 باوند فورس في سكند على الفوت سكوير حسب الامريكان يونتس. طبعا ممكن استخدم مباشره النيو اللي هي كلمه فيسكوستي which is نيو على رو بهاي القيمه، وبالتالي إذا بدي أعوض بهاي القيم إنه رينولد 2000 الدنسيتي معطاية حسب هاي المعادلة والدي والميو حسب هاي المعادلة والدي اللي هي ديامتر اللي هي 1 إنش بحولها طبعا للفوت 1 على 12 وبعوض بطلع معي الفيلوسيتي مقدارها 3.87 فوت بير سكند. هاي هي الماكسيمم افريج فيلوسيتي اللي عندها بكون اللامينر ستيبل، لامينر فلو ستيبل. السؤال طيب مني اياه الثاني كان انه البريشر دروب بير يونت لينك، فعشان اطلع البريشر دروب بدي استخدم هذا الموضوع اكويجن الكيو بتساوي دلتا بي على دلتا اكس في باي على 4 دي نوت قوه 428. بدي اعوض بقيمه الكيو اللي طلعناها من المعادله هاي. هاي شو هاي المعادله؟ هاي معادله الفي افريج ضرب الكروس سكشن اريا. الكروس سكشن اريا هي باي على 4 دي سكوير للدائره اللي هي المقطع السلندر او البايب اللي عم بيمشي فيه الهواء. البروستي حسبناها من الرينولدز نمبر، فمنها بحسب منه الفوميت كلوريت الماكسيمم بعوضها هون مع الميو حسب اللي طلعناها من الابندكس مع الديامتر اللي هي 1 انش ونحولها لفوت مع 12، بيطلع معي البريشر دروب عند هاي الفيلوسيتي يساوي فوق بعد التعويض المباشر بتاكد من انه كل يونتس كونسيستنت مع بعض بيطلع معي 4.7 سالب 5 بي اس ار بير فوت. طبعا هذا رقم كثير قليل بالنسبه لهذا النوع من الفلو، هذا الشيء بيساعد على انه يحافظ على اللامينر فلو، لكن بالعاده بتكون البريشر جريدينت اعلى من هيك، وعشان هيك حنلاقي انه معظم الفلو خصوصا الاير عباره عن تيربنت فلو. بروبلم ثانيه اللي هي رقم 6 7، خلينا نشوف برضه كمان شو بتحكي لنا هاي البروبلم. بقول لي سيركلر هوريزونتال تيوب كونتينز اسفلت الفيسكوستي 100,000 سنتيبويز الدنسيتي 70 باوند ماس بير فوت كيوب التيوب راديوس از 1 انش اسفلت may be considered a Newtonian fluid for the purpose of this problem. قلنا انه اعتبروا الاسفلت عبارة عن نيوتون مع انه it is not always one، يعني الاسفلت شوي بعيد عن النيوتونيان ريجن، لكن بس عشان المعادلات اللي عندنا نستخدمها فبعتبر انه هو نيوتونيان فلويد. بيقول لي we now apply a pressure gradient of 1 psi per foot. What is the steady state flow rate؟ تمام؟ عم بيسألني قديش الفلوريت يعني الفورم الكلوريت الستيدي ستيت بهاي الحالة. طبعا احنا مباشرة لما نروح نفكر هل هو لامينر فلو ولا تيربرنت فلو؟ إذا بدي أحسب لامينر ولا تيربرنت فلو اللي هي رو في دي على ميو، الدنسيتي اوكي معروفة، الديامتر معروفة، الفيسكوستي معروفة، لكن شو مشكلتنا احنا؟ إنه ما بنعرف الفيلوستي، لأنه أصلا احنا مو عارفين قديش الفيلوستي أو قديش الفورم الكلوريت. بالتالي بدي افترض انه هو لامينر فلو واحسب على حساباته، وبعدين اعمل تشيك على الاسامبشن تبعي.
ف we assume first إن the flow is laminar and we use the correlation اللي هي هاجن-بوزون equation q بتساوي الطبيعي على x باي على ميو دي نوت قوة 4 على 128 4. بعوض فيها مباشرة كل القيم، بتأكد إنه ال units are consistent، بطلع معي ال q بتساوي 0.00133 foot cube per second. بنروح بنرجع مرة تانية بعد ما تأكدنا من الـ Q، بنتأكد هل الـ flow is laminar أو turbulent. إذا laminar معناته أمورنا تمام والحل صحيح، إذا turbulent معناته لازم نرجعها نستخدم المعادلة الصحيحة. طبعا لما أعوض الـ Q هون راح نلاقي إنه قيمة اللامينر أو اللي هي قيمة الـ Reynolds number بتساوي 0.01 which is the number يعني in the laminar range. تمام، هلا نروح على example 6.2. بحكي لنا عن device اسمها capillary viscometer. هاي capillary viscometer عبارة عن من اسمها device تستخدم لقياس ال viscosity وهي very simple. ال diagram تبعها زي ما هو مبين في هاي الفيجر، بتكون من large pipe ال diameter إله بهاي الحالة 1 مليمتر و small diameter vertical tube اللي هو هون، وهذا ال tube is 0.1 millimeter meter عفوا long 1 millimeter inside diameter. ال height of the fluid above the inlet of the tube هو 0.02 من هون لهون 0.02 وال meter. وال fluid is being tested as density of 1050 كيلوغرام بير متر كيوب. هاي density تبعت هذا الشيء اللي احنا بنقيس له ال viscosity تبعته. ال flow rate is 10 to 4 minus 8 متر كيوب بير سكند، والمطلوب اني الاقي ال viscosity of the fluid. بالتالي هون اول شيء راح افكر فيه، بما انه انا عندي 2 points وفي عندنا flow عم يمشي بيناتهم، فبدي افكر بال Bernoulli's equation. وما في عندي بهاي الحالة مجموعة من assumptions اللي هو إنه بين 0.1 و 0.2. إذا بدي أعمل أنا الـ Bernoulli's equation، التنين مفتوحين على الأتموسفير، فبالتالي P1 and P2 بتساوي atmospheric pressure، بالتالي delta P بتساوي صفر. برضو ما في عندي هون pump أو compressor work، بالتالي work بتساوي صفر. الـ velocity in the reservoir can be neglected لأنه الـ diameter تبع الـ reservoir أكبر بكثير من diameter تبع الـ تيوب اللي هون، فبالتالي we can neglect V1 بتساوي صفر. بتطلع عندي معادلة Bernoulli's equation بهذا الشكل، G في Z2 minus Z1 زائد V2 squared على 2 بتساوي minus F. فإيش هم لما أجي أعوض هون، بدي أعوض بهاي القيم. طبعا بس عشان نلخص المعلومات اللي عندي، إنه ال L مقدارها 0.1، ال internal diameter هون عندي إياها بتساوي 1 مليمتر، ال H minus L حكالي ارتفاع للفلويد above الانترنس تبع التيوب هي عبارة عن 0.02 متر، الدنسيتي 1050 كيلوغرام بير متر كيوب، والفولوميتريك فلو ريت 10 باور ماينس 8 متر كيوب بير سكند. هلا زي ما قلنا ما في عندي P1 و P2 are the same، فما في بريشر ديفرنس، و V1 is negligible، ما في عندي work، فبالتالي G في Z2 ماينس Z1 زائد V2 سكوير على 2 بتساوي ماينس F. هلا الكاينتيك انرجي تيرم اللي هو V2 سكويرد على 2 عادة بهاي الحالات بكون نيجليجبل مقارنة بالانرجي تشينج اللي ناتجة من البوتنشال انرجي والفريكشن لوس. فهذا ال V2 كمان وي كان نيجلكت بسبب انه هو اقل بكثير من باقي التيرمز، بطلع مع المعادلة F بتساوي ماينس G في دلتا Z. فهلا احنا بدنا نطلع السؤال، كان بده يطلع الفيسكوسيتي. لحد الان هم ما في عندي فيسكوسيتي، لكن هون بروح على ال F term هاي، والبدل اعوضهم من هاجن-بوزون equation which is q في دلتا x ميو على رو 128 باي دي نوت قوة 4. هذا الحكي بدي اساويه في الماينس g دلتا z، بطلع معي المعادلة اللي تساوي ان الميو which is the question تساوي رو g ماينس دلتا z على 128 q في باي دي نوت قوة 4 على دلتا x. الدنسيتي زي ما قلنا اعطانا اياها، ال G معروفة 9.08 minus delta Z اللي هي بالفرق بين Z1 و Z2. Z1 ناقص Z2 هي المسافة اللي هي ال H بيناتهم.
الكيو الفومنت فلوريت دي نوت قوة 4 اللي هي الدايمتر اللي عم يمشي فيها الفلويد هون، والدلتا اكس طبعا اللي هي مسافة الكيوب اللي عم يمشي فيها، بصير في عندنا فريكشن اللي هو ال ال. ليش الدلتا اكس هي ال ال فقط مش ال ال زائد ال اتش؟ لانه احنا الدلتا اكس هي اجت من وين؟ من الفريكشن تيرم. الفريكشن وين بيصير؟ اذا اعتبرنا انه هاي المنطقه اللي هي انتقال الفلويد عبر من الريزرفوار للتيوب، هاي النقطه ما بتعمل الفريكشن، لكن الفريكشن مينلي جاي من طول هذا التيوب، فاحنا بنحكي انه عم اقيس انا الفريكشن على طول هذا التيوب وتشيز دلتا اكس اللي هي بهاي الحاله عوضها مكانها بال ال اللي بتساوي 0.1. لكن الدلتا زي هي كامل زي 1 ماينس زي 2 ماينس دلتا زي، فزي 1 ماينس زي 2 which is 0.12. فبنعوض دلتا زي في 0.12 دلتا اكس 0.1 باقي القيم كامله. وبدي منكم تعملوا هاي الحسبه وتتاكدوا برضه انه الرقم 30.3 سنت بويز عم بيطلع معاكم صحيح مع هذا الحل والتعويض المباشر. اخر شيء هنحكي عنه هو problem 6.8 اللي مرتبطة بالإكزامبل 6.2 هون. بيقول لي what is the Reynolds number in example 6.2؟ احنا عارفين Reynolds number حسب المعادلة هي رو في دي على ميو، تمام؟ زي ما قلنا density معروفة، diameter معروفة، الفيسكوستي حسبناها، طبعا هي velocity. من وين بدي احسب ال velocity؟ طبعا ال velocity هي ال average velocity which is ال volumetric flow rate على ال cross sectional area total هي باي على 4 دي squared. بعوض بقيمة الـ Q والديامتر بيطلع معي الـ velocity بتساوي 0.0127 متر بير سكند، برجع بعوض بقيمة الـ velocity في الـ Reynolds number بيطلع معي 0.44. إذا قبل شوي أنا طلعنا إنه هو لامينر فلو، وهي هاي الـ Reynolds number بتساوي 0.44 برضه بالـ laminar region. السؤال الثاني أو الفرع الثاني من الـ problem بحكي لي what is the lowest fluid viscosity for which one should use this viscometer؟ اوكي، هذا الفيسكوميتر بنفع بس لل اللامينر فلو. ففي هاي الحاله في عندي ليميتيشن انه في عندي اقل فيسكوسيتي ممكنه، انه كل ما قل الفيسكوسيتي كل ما بزيد الرينول نمبر حسب هاي العلاقه، زي ما احنا شايفين علاقه عكسيه. ففي عندنا مينيمم اماونت اللي عندها ما بقدر اتجاوز هاي الفيسكوسيتي، لانه بعديها بتحول الفلو لتيربلنت او بتحول لترانزيشن ريجن على الاقل، بكون مش دقيق حسابات الفيسكوميتر بهاي الحاله. فبهاي الحاله بدي اعوض مكان الفيلوسيتي اللي هي 0.0127 مع الرينول نمبر اللي هي 2000 مع الدنسيتي والفيلوسيتي، الدنسيتي والديامتر، بيطلع معي بالنهايه لما اقول الرينول نمبر بيساوي 2000 حسب هاي القيم من الدنسيتي والفيلوسيتي والديامتر، بيطلع معي الميو هي 0.0067. اذا كانت الدنسيتي اقل من هذا المقدار حنتجاوز اللامينر ريجن. احنا نوقف هون، والمحاضره الجايه نحكي فيها عن التيربلنت فلو.